بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا نيسان صني 2023. بسم الله ما شاء الله، مختلفة جديدة جريئة، ألوان جديدة. أنا كنت معترض بس في الآخر ما شاء الله حلوة. ربنا يبارك لصاحبها يا رب. في شراء صاحب السيارة أكتر مننا فرش بيش ترابي نفس درجة الفبر مع تطعيمه جلد أحمر مع الديزاين بتاع التويوتا كرول اللي عملناه بالمكنة الكمبيوتر، وكمان اختار جلاب للطارق رصاصي نفس درجة الطارق مع تطعيمة حمراء مع الغرزة الهاند ميد الخيط الأحمر، وعملنا كمان دواسة الأرضية جلد أسود، وكمان عملنا قماش الأبواب بيج ترابي ما شاء الله. طبعا انت ليك حرية الاختيار سواء الفرش لون واحد أو لونين، نفس الكلام التصميم أو الديزاين سواء مكنة كمبيوتر، أيا كان التصميم هنعمله لك، لو معاك تصميم مخصوص هنعمله لك، عايز سادة زي الأصلي ليك حرية الاختيار. احنا علينا غرزتنا بتقسيمنا مع المحافظة على الفرش الأصلي، وعندنا استعداد نفك الفرش ده ونوريك الأصلي سليم ولا لأ، لأن بفضل الله هنبيع لك شغل مش كلام ما شاء الله. بص الغرزة المسطرة، فرش مشدود كويس مش محبي هوا، هتقعد مهما تقعد على الكرسي ولا يهرهر ولا يكشكش ولا يحتاج يتشد. تقفلت الطاره وتناسق الالوان زي ما قلت لك جريئه وحلوه وعجباني، مع اني كنت معترض بس سبحان الله. بحيي صاحب العربيه على اختيار اللون ما شاء الله. ادي الغرزه، ادي الغرزه، الفينش بتاع المخدع، الفينش بتاع المخدع قدامك اهو. المخدع بيقفل براحته وبيفتح براحته، نفس الكلام مشدود كويس. ما بنهتمش بالكرسيين بس، لا بنهتم بالعربيه كلها. الشغل اللي قدامي زي الشغل اللي وراني بالظبط. ما شاء الله بعرفك وبوريك. بص غرزة في الدوران لازم تبقى مسطرة بحيث ما يبقاش فيها عوجة في الخيط ولا كشكشة في الجلد ولا أي حاجة من الحاجات دي، حتى بتاعة المخدع. بص نفس الكلام تقسيم قدامك، بأكد إن الفرش الأصلي سليم، وعندنا استعداد نفك وأوريك إن إحنا لا بنكرم ولا بنقطع ولا بنسيب أي أثر خالص ما شاء الله. نيسان صني 2023، فرش بيج مع تطحيمة حمراء مع ديزاين التويوتا كورولا، كراسي أرضية مخادع أبواب جراب طارة هاند ميد. أسف لو طولت عليكم، أتمنى تتابعونا على طول. مزاش مننا أشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.